صباح الفل يا ام شيماء، صباح الفل يا عمي. صباح العسل، عامله ايه وحشتيني. يا رب، عامله ايه انت تعبانه ولا عندك برد ولا ايه؟ من صوتك ماله؟ والله يا والله، الف مليون سلامه عليكي، يديك العافيه والشفا يا رب من عنده. الله يخليك، الله يخليك حبيبتي، نورتي نورتي حبيبتي، تسلمي لي، ده نورك يا ست الكل، تسلمي وتعيشي. تسلمي ايديك على اللي بتعمليه كل ده. سلم عمرك يا رب من كل شر، حبيبتي نورتيني، تسلمي. ايوه كده حبيبتي، مع الناس الغلابه كده يا حبيبتي، على انا معاكوا على طول والله العظيم، ومش معنى ان انا منوره كل يوم والله حبيبتي، ما نحرمش منك يا رب. ربنا يديك الصحه يا رب يا رب، اللهم امين يا حبيبتي، الله يسعد لي قلبك. كل حاجه يا رب يا رب يا حبيبتي، الله يبارك لي في عمرك، ما نحرمش منك ابدا، تسلمين. ام شيماء دلوقتي بتقول لي خليكي مع الناس الغلابه ان احنا نعمل بواقي الاكل. على فكره انا لما عملت حلقه المشويات يوم الاربع، تمام، احنا برنامج تلفزيوني، فشيء طبيعي ان احنا نعمل لك حاجه مختلفه، شيء طبيعي ان احنا نعمل لك حاجه مختلفه. لما بنعمل الحاجات والكميات، اكيد عندكم في البيت مش هتجيبوا الشوايات دي الا مثلا هتجيبوها في العيد الكبير، الكميات دي ربنا يا رب يرضيكوا ويراضيكوا دايما ويديكوا الخير، هتجيبوها مثلا لما يكون عندكم عزومه ومناسبه. الناس اللي بتعمل كيلو او 2 كيلو او حتى نص كيلو، هيهمها من اللي حصل في الحلقه التتبيله نفسها اللي هتعمل بيها وهتشوي بيها، صح ولا مش صح؟ فمش معنى ان انا بعمل كميه كبيره ده شو احنا برنامج تلفزيوني، والبرنامج التلفزيوني يعني حتى لو كان طبخ فهو بيبقى حاجة مختلفة عن اللي بتتعمل في البيوت، فاللي انا بعمله في البرنامج طبيعي. لما انا اجي اعمل حلقة مشاوي والبس جلابية والبس ذهب وشرب والكلام ده كله، هل انا دي حياتي بره؟ لا، انا بعيشك في الحلقة. لما جيت عملت حلقة السمين وجبت عربية السمين ووقفت ولابسة جلابية الجزارين وبرضو الذهب الكتير دوت والاشرب، هل حضرتك بتعملي كده؟ لا، بس في ناس بتعمل كده، ناس جميله بتعمل كده، هو ده عيشتهم، اللي هو الذهب الكتير والجلاليب اللي هي البلدي، احلى عيشه واحلى كلام واحلى اصول بتطلع من ولاد البلد. الموضوع عمره ما كان لبس، مش معنى ان انا بلبس الجلابيه البلدي وبلبس ذهب والكلام ده كله ان حد يطلع، مش عايزه يعني اقول كلمه مش كويسه، حد يقول ايه اصل انت ناقصك تشتي كرشه وتقعدي تبيعي بيه. مالهم اللي بيبيعوا الكرشه، بني ادمين ولا مش بني ادمين؟ إذا كنت أنت بني آدم سطحي، تمام، وما عندكش ميول كويسة أو ما عندكش سلام نفسي إن أنت تتقبل كل طبقة وكل واحد في المجتمع، دي مشكلتك أنت مش مشكلتي أنا. أنا بطلع لابسة كده، بطلع لابسة الجلابية البردي، بطلع لابسة الإبرون اللي هو المريلة، بطلع لابسة جاكيت الشيف. أنا بالنسبة للشاشة ديت زي الممثل بالظبط، بقدم لك حاجة بتتفرج عليها. يعني هي الممثله ولا الممثل اللي بيطلع في دور تاجر مخدرات، هل بره هو تاجر مخدرات بيطلع شرير وبيلبس جلابيه بلدي وصاحب قهوه، هل هو بره كده؟ مش بعيد في الناس دي، الناس دي على راسنا، هم اللي عاملنا اساسا، هم اللي عاملنا. فلما اطلع ان انا اعمل حلقه مختلفه وتكون بره الصندوق، بره الصندوق ازاي؟ ان حضرتك مش هتشوفي الشوايات الكبيره ديت والمنظر والكميات اللي احنا عملناها دي، اللهم زيد واللهم بارك يا رب، مش هتلاقيها الا في حاجه على الشاشه، في حاجة على الشاشة. الشيف براك ربنا يديله صحة ويشفيه ويعافيه، لما بيطلع يعمل كمية قد كده وانتوا بتبقوا منبهرين، ما بتبصوش للمقادير اللي بيعملها وما بتجربوش الوصفة بعدها، بس بيبقى عاجبكم المنظر والشو اللي هو عامله. عارفين ليه؟ عشان هو من بره بلدنا، مش مصري، بس هما المصريين كده. كل الناس اللي شايفة ان الموضوع عادي جدا بالنسبة لي الناس العرب، وجميل قوي الستايل عليكي يا نونا والحلقه كانت تحفه وتسلم ايديكي وشكلك يجنن والكلام ده كله، تلاقي اللي بينتقد مين بقى؟ اهل بلدك اللي ما بيحبوش اصلا اي حد يبقى حاجه كويسه، ودي طبيعه، طبيعه في شعب، ربنا يكفينا شرهم يا رب. لا، ازاي ان هم حتى لو ما شافوا الحاجه وما عجبتهمش ازاي ان هم يسكتوا؟ ما ينفعش يسكتوا خالص، ما يبقوش هم، ما ينفعش، لازم يخشوا يلبوا الكلمتين وملهمش اصلا حق فيهم. مين اداك الحق او اداك الحق ان انت تدخل تنتقدني؟ مين اداك الحق ده؟ هل انت ينفع تدي حق لحد ان هو يخش ينتقدك في حياتك او بتلبس حاجه او بتعمل حاجه؟ ساعتها تقول له انت مال تيت. فخلينا كويسين، خلينا والله العظيم هي في الاخر متر في متر، فنعمل لاخرتنا، عشان صدقوني الكلمه اللي انتوا بتعملوها دي او الكلمه اللي بتقولوها وبتبقى
بالنسبه لكم، اصل احنا ناس صريحه. خلي صراحتك لنفسك يا ستي، او خلي صراحتك لنفسك، ما تخصنيش وما تلزمنيش. فنحب بعض كده ونحب الخير لبعض بالله عليكم، عشان ايه الموضوع زاد عن حده قوي.